الله نبدأ اليوم. راح يكون الكارديو اللي يستهدف دهون الأفخاذ. طبعا بعض البنات يعانوا من دهون العنيدة بأفخاذهم، صح ولا لا؟ فاليوم راح يكون 20 مينتس ان شاء الله راح تنبسطوا معي. خلينا نبدأ بالورم اب قبل ما نبدأ. لازم نسوي تحمية عن البباكي قلب، فخلي مسافة واسعة بين الرجلين لين ما تحسي انه نفسك بدأ يسرح، نبضات قلبك بدأت ترتفع، عند العضلات بدأت تسخن. سو تو تابس يمين وتو تابس بالرجل اليسار، تمام حبايبي؟ انا راح اسولف معاكم اليوم وراح العب معاكم كل الكلاس، وان شاء الله انه راح تنبسطوا معي. سو نحاول نسوي مع نزله بسيطه and two taps go down شوي، يعني كانك قاعده تسوي سكوات خفيف. خلي صدرك مرفوع. That's it. Okay. Downward ليش بناخذها؟ تحت بزياده، صح ولا لا؟ احس النفس صار عندي اسرع، احس انه ايه عضلاتي بدات تسخن، بس مع الجو البارد يحتاج وقت اطول، صح ولا لا؟ Anyways نرجع للستيب تاتش، وبعده راح نسوي دايناميك ستريتشنج. سو ليتس تيك الدبل يمين، افتحي رجولك مسافه واسعه، دبل يسار، نحس شوي شوي ستريتش بالأفخاذ. خلي ركبك 45 درجة والصدر مرفوع. أنا سويت يمين يسار، حاولي انزلي أكثر عن الرجل مثل ما أنت شايفة. Good, good. Down more. Down more. Okay. Now قربي رجولك مع بعض and let's go bend and extend بهذه الطريقة. سو نجلس على السكوات، بدي رجلين نزلي الظهر، نحس بالستريتش من عضلة الظهر الخلفية. اوكي بنات ليتس جو، نسوي دائره برجول بهذه الطريقه، مره يمين ومره يسار. حاولي على الركبه قدر المستطاع. يس اي حسيت انه اي بدات تحمى عضلاتي عشان نبدا بالكارديو، يعني حيكون جلد بس ما هو مره. اوكي طيب ليش ما نخلي الرجل ستريت، مره يمين ومره يسار على قدر المستطاع، ترى لساتنا بالتحمية حبايبي. اوكي يب اوكي طيب بعد هذا بس نوقف نسوي ستريتش. خلي راسك مرفوع بهذه الطريقة، نزلي ظهرك، رجولك تكون شبه مستقيمة، تمام؟ اوكي شدي الرجل الى الخلف، نسوي ستريتش لعضلة الفخ الخلفية، مرة يمين شديها كثير باليد ومرة اليسار مثل ما انتم شايفين. طيب 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 are you ready بنات؟ are you ready؟ اوكي الكارديو الاول اللي راح نسويه راح ناخذ 1 2 step رجلي الرجل على ورا، مرنين 1 2 step ورجلي الرجل يسار على ورا. حاولوا تسرعوا، تمام؟ نحاول ننزل هنا بالرجل اكثر من ضهري، يعني ما ابغاكي تنزلي بهذه الطريقه، انزلي بالرجلين وبالظهر، حاولي سريعها، تمام؟ سو في شوية سكوات هنا. Let's go. سو حيكون تقريبا مدة هذا تقريبا 40 ثانية، تمام يا بنات؟ نبغى ننحت دهون الأفخاذ، صح ولا لا؟ نبغى فخوذ حلوة، نبغى نلبس قصير، نبغى نستمتع باللبس، أكيد حلمك تلبسي بنطلون أبيض، صح ولا لا؟ إن شاء الله رح يجي هذا اليوم. بس كنت ما خلصت الأربعين ثانية يا حبايبي. حاسين؟ يس. نبض الدم ارتفع. مبسوطين بنات؟ بدأت الخوذ تحرك. تمام تمام. اوكي سو خلصت الأربعين ثانية. حنسوي ستيب تاتش 10 ثواني. بعدها راح نبدأ نسوي فرونت كيك. Are you ready؟ خلصت 10 ثواني. ليتس جو. كيك باليمين. انتي ارفعي الركبة قدر المستطاع بهذا الشكل، شوي نزلي ظهرك على ورا. Let's go. شدي بطنك كمان مع هذا التمرين واضربي بكل قوة. جاهزين نبدل؟ بعد شوي راح نبدل. In 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نبدل باليسار يا بنات، باليسار. ما ابغاكي تضربي بهذه الطريقة، شدي اصابع رجولك على تحت. خليني اوريكم من قدام. Let's go. كيف النبض معاكم؟ علي واضربي.
لك القوة يا بنات لا تضيع فيها. 40 ثانية تقريبا لك الرجل. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 ثواني بريك. Good. هذا البريك بس عشان شوي نسترجع النفس يهدى النبض. و I think انه حيخلص البريك in 3 2 1. راح نسوي سكيتر جوب. سكيتر جوب يعني طيقة. اجلسي على الرجل شوية بنزول سكوات عليها. خلي صدرك مرفوع. حاولي نطي ابعد ما يكون بهذه الطريقة. طيب اللي حاسس انه صعب حط الرجل لمسة على الارض. تقدري تسوي كده تمام لو ما قدرتي تتوازئي. تمام let's go. 40 ثانية برضو. يس نوريكم شكل رجال. اهم شيء لا توقفوا. قدها قدها انتو. لا توقفوا حبايبي. ووو 10 more seconds. كبروا المسافة بين الرجلين. 3 2 1. اوكي كمان استراحة 10 ثواني. رح نسوي كمان تمرين وراح نرجع نعيدهم كلهم. جاهزين؟ اوكي طيب هنسوي لانج الان. رجلين ورا جميعها فوق. 1 2 3 تسافت ركبك اليسار فوق صح؟ ركبك اليسار ورا اب. 1 2 3 تقدري تخلي الرجل مستقيمة ما عندك مشكلة او تقدري تخليها 90 درجة ما عندك مشكلة. تمام؟ هوريكم هذا من قدام ولكن انت لا توقفي. ليتس جو. ووو 1 2 3 داون اب. 1 2 3 ورا يمين ورا يسار. يب سمعي نفسي صح؟ ترى تتكلمي وتتمرني بنفس الوقت شيء مو حلو. صدقوني مو حلو. أجانا هذا التمرين مثل ما قلت لكم راح يكون مدته 40 ثانية، أوكي؟ نكست تايم راح يكون نفس التمرين بدون ميوزك، مع ميوزك أقصد. Ten seconds. قدها. يلا يا بنات. Okay. And last one. ناخذ استراحة شوي أطول. نشرب موية. إيش رأيكم؟ Let's go. Woo! نحتاج موية. Stronger.
Moses, Moses. I like the Moses, Moses. I like the Moses, Moses. Yeah, like the Moses. ضحك حتى اليد الثانية على ورا تمام؟ شدي شدي عشان تحسي بالسترتش من هذه المنطقة تمام؟ اوكي انا بدل رجلين سكيها يدك اليمين عند لفي جسمك بهذه الطريقة شدي الرجل مثل ما قلت
ها انبسطنا، نقدر نسوي هذا الفيديو مرتين الى ثلاث بالاسبوع عشان نستفيد. وان شاء الله ان شاء الله يا رب اوعدكم دهون الافخاد اكيد راح تروح باذن الله. انيويز ابغاكي تتربين برضه، راح نسوي ستريتش اكثر لعضله المؤخره. حطي رجلي اليمين فوق، تقدري تحطيها هنا لو كانت صعبه عليكي، ما عندك مشكله، نزلي ظهرك. ترى انا لعبتي الفخود بالذات مع جروبات الواتساب، جروب الكمثره، يا سلام. Anyways، إذا حابين تشتركوا بجروبات الواتساب كل المعلومات عندي موجودة بالإنستغرام حقي. Anyways، بدلي رجلين، تحطي رجلك اليسار فوق، نزلي ظهرك بهذه الطريقة، تمام؟ المفروض تحسي هنا بالمؤخرة. أوكي طيب، خلينا نسترتش الكوادرسيبس اللي هي عضلة الفخذ الأمامية. امسكي القدم من هنا، حطي يدك على الأرض وشدي الركبة على الخلف. لسه أحس، بس أنا مو من زمان ما لعبت كارديو، like من زمان ما سويت كارديو بيكون ورا بعض. أوكي، نبدل الرجلين، بس صدموني شعوري جنن صراحة، مشتاقة مرة. أوكي، شدي ركبة كثير على ورا، تمام. نعم، افتحي رجولك اقصى شيء تقدري عليه بدون ما نثني الركب. راح نحاول نروح على قدام بهذه الطريقة، شايفين كيف؟ حاولي حطي اكواعك على الارض بدون ما نثني الركب، تمام يا بنات. سو نحاول كمان تشد اصابع رجولي عندك، حتحسي كمان ستريتش بالبطات. جود، نروح للجهة الثانية، للجهة واحدة اقصد. اوكي، انا للجهة الثانية، تمام كذا. اوكي، كذا بنكون خلصنا، ويعطيكم الف عافيه. بليز نعيد هذا الفيديو اكثر من مره بالاسبوع عشان نشوف نتائج. باي باي.